مشاهير بحلقة جديدة ومنبدأ بالعناوين. إشاعات حول اختفاء المطربة أمال ماهر وهاني شاكر بيدعيها للخروج عن صمتها والبرلمان المصري بيتدخل. بدوره هاني شاكر رئيس النقابة المصرية بيستقيل من منصبه عن غير عودة. مارسيل خليفي بخوف جمهوره على صحته من خلال صورة من داخل المستشفى. سفيرتنا إلى النجوم فيروز بصورة حصرية تجمعها بابنها هالي لأول مرة والفنان زياد الرحباني. راغب عليمي بيواجه الهجوم ضده بهجوم أعنف على خلفية تصريحه حكام لبنان ما بيمثلوني. تقرير الأسبوع مع سليم عساف وأغنيته الجديدة. نجوى كرم تطلق جديدة. ومعنا زميلتنا شانتال أزي بفقرة فاشن بوليس لنعرف رأيها بصراحة بإطلالة نجوى بلكي. بلقطة نادرة النجم تيمم حسن بيجمع طليقة الممثلة ديما بياعة وزوجته الحالية الإعلامية وفاء الكيلاني. ونهاية حلقتنا مع مصمم الرقص اللبناني العالمي نديم شرفين مؤسس فرقة مياس اللي أبهرت العالم. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشاهير. حلقتنا هالأسبوع مثل العادة منرصد فيها كل الأخبار والقضايا الفنية اللي غطت مواقع التواصل الاجتماعي. بحييكم ضمن مشاهير عبر الجديد. لنص ساعة من الوقت رح نجول على مختلف المواضيع والقضايا الفنية والإصدارات الجديدة بلبنان وخارج لبنان. البداية محمد مع النجم السوري تيم حسن اللي جمع لأول مرة طليقته الممثلة السورية ديما بياعة بحضور زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني وزوج ديما أحمد الحلو. وإجا هالاجتماع بحفل تخرج ابن تيم وديما ورد بدبي، وشاركت ديما بياعة على إنستغرام مجموعة صور وفيديوهات من حفل التخرج، كان من بينها صورة عائلية بتجمعها بزوجها الحالي وأولادها الاثنين ورد وفهد من تيم حسن، بالإضافة للإعلامية وفاء الكيلاني. وطبعاً محمد صار في كتير تعليقات حول هالصور اللي جمعت العائلة على فرحة تخرج ابنهم رغم الطلاق وزواج كل طرف من جديد. وبالفعل هالجمعة كانت جداً إيجابية وعكست مدى وعي الطرفين كرمال أولادهم، فإن شاء الله الجميع يكون هيك مثال جيد للجمهور. مننتقل لقضية هالأسبوع وهي مجموعة شائعات طالت النجمة المصرية أمال ماهر وتحدثت عن اختطافها بوقت طلب نقيب المهن الموسيقية بمصر الفنان هاني شاكر من الفنانة المصرية المعتزلة أمال ماهر الخروج عن صمتها بعد الشائعات اللي طالتها. وطالب هاني شاكر الفنانة أمال ماهر خلال مداخلة تلفزيونية بالخروج لوسائل الإعلام لتطمن جمهورها وتنفي الشائعات حول اختطافها بشكل نهائي. وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية أصدرت بيان رسمي حسمت من خلاله الجدل بقضية الفنانة أمال ماهر بعد الحديث عن اختطافها وتعرضها للأذى واختفائها لفترة طويلة. وبحسب البيان أكدت النقابة أنها تواصلت مع أمال ماهر وهي عم تعيش حياة هادية وسط عائلتها. وبتفاصيل جديدة، النائب المصرية أمال عبد الحميد بأول تحرك برلماني رسمي طلبوها بالتحرك والتحقيق لاستدعاء حقيقة اختفاء أمال ماهر، كما أن انتقدت صمت نقابة المهن الموسيقية على اعتزال هالفنانة الكبيرة وغياب حفلاتها. بخطوة مفاجئة ظهرت الفنانة أمال ماهر بفيديو أوضحت فيه سبب اختفائها لفترة طويلة عن الوسط الفني وعلقت: مساء الخير جمهوري وأهلي، أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت ما كنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله تعافيت، وأول ما تعافيت حبيت أن أطمنكم عليا. ألف شكر، أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللي شفته ولمسته، الحمد لله، وده إن دل عن شيء يدل إن ربنا راضي عني لإني شايفة كم الحب الهائل والكبير. أنا بشكركم من كل قلبي. البعض صدق رواية أمال ماهر اللي بتتعلق بحالتها الصحية، أما البعض الآخر ثورته بعض الشكوك حول اختفائها بسبب المرض، وهذا الشيء كان واضح بلغة الجسد تبع الفنانة. ورح نبقى بمصر لنحكي عن النقيب المصري هاني شاكر اللي قدم استقالته بصورة نهائية. وسبب استقالته هو الأزمة الأخيرة اللي حدثت بالمؤتمر الصحفي اللي انعقد هالأسبوع وفجر خلاف بين النقابة وشعبة الإيقاع بسبب عودة شاكوش للغنى مرة جديدة. وشهد المؤتمر الصحفي مشكل على فيل الصراخ بين سكرتير عام النقابة أحمد رمضان وسعيد الأرتست وشعبة الإيقاع، وصلت للاشتباك بالإيدين ما دفع الفنان هاني شاكر إلى الانسحاب من المؤتمر، ثم أعلن استقالته خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج. اسمح لي أن أنا أعلن من خلالك بعد هذه الرحلة اللي قضتها في نقابة الفنانة الموسيقية وجلوسي على هذا الكرسي المحترم الجميل
اللي يتشرف بيه كل فنان. أنا بقدم استقالتي معك على الهواء. يا نهار أبيض ليه؟ وعلق شاكوش وقال إنه بهالقرار فقدت النقابة قيمة وقام كبيرة مش بس بمصر ولكن بالوطن العربي. وتابع الفنان هاني شاكر كان مشغول بمتابعة حالته الصحية وأيضا إحياء حفلات بالسعودية ولبنان، وفضل إنه ما يعطل شاكوش عن الأعمال اللي كانت عقد عليها، فطلب إنه يتم منحه تصريح مزاولة الغنى ومن بعدها يقام المؤتمر بعد عودة النقيب لحل الأزمة. يعني هيدا الحديث على ذمة شاكوش، بالنهاية ما فينا ننكر انه هاني شاكر هو امتداد لزمن الفن الجميل، واللي انجزه بالنقابة من اجل الفن المصري كان كتير كبير. تابعين مع الفنان اللبناني مارسيل خليفة اللي خوف جمهور ومتابعينه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نشر على حسابه عبر فيسبوك صورة ظهر فيها من المستشفى وعلق: لقد اجبرتني وعكة صحية طارئة على الاستشفاء بمستشفى مدينة الرباط، ولكن باختصار وجد كمية حب وتقدير كبير لفنه ومسيرته وتاريخه. خبر تصدر الترند بصورة نشرتها ريما الرحباني بنت السيدة فيروز من الكنيسة خلال القداس السنوي عند راحة نفس عصر الرحباني واختها ليال، وكان لافت ظهور خيا هالي لأول مرة بالإعلام إضافة إلى الفنان زياد الرحباني. وطبعا مثل العادة كتبت ريما تفاصيل هالصورة بالدقيقة والثانية، والتعليقات على هالصورة كانت جدا إيجابية، ودايما جمهور السيدة فيروز بحب يطمن عنا ويعرف أخبارها. ولا قضية جديدة هالأسبوع وهي تصريح السوبر ستار راغب علامة اللي أعلن اعتزازه بانتمائه للإمارات وخجله من الدولة اللبنانية وأنه حكام لبنان ما بيمثلوا، لتنهيل عليه الانتقادات القاسية من الإعلام والمتابعين لاتهموه بالكذب والمسايرة بوقت كان صديق كتار من السياسيين بفترة من الفترات. حاكم اللي بيحكمني بدبي، حاكم الحاكم المتطور، الحاكم العظيم الشيخ محمد بن راشد، هذه القيادة هي قيادتي بتمثلني، قيادات بلدي هون بلبنان لا تمثلني، أنا من يمثلني قيادات الإمارات العربية المتحدة. راغب علامة رد على هالانتقادات القاسية بجرأة وقال بما معناه هيك تعودوا يعيشوا كلاب عن زعمائهم اللي حارمينهم نعمة الحياة ومبسوطين بدون أبسط مقومات الحياة. وكتار من الفنانين محمد وقفوا مع راغب علامة، أما الإعلامية نضال أحمدي دفعت بشراسة وقالت عبر تويتر: حملة الحقد الغبي على سوبر ستار راغب علامة بتعبر عن أهله، وأكدت على وطنيته وأنه بتعرفه من سنة 1983، وأضافت: بحب لبنان بس مش على طريقة العوانطجية والوطنجية اللي انتخبوا المجرمين. رح نتابع سوا مشاهير ولكن بعد هذا البريك. منجدد تحياتنا من برنامج مشاهير ومتابعين فقراتنا مع أغنية صيفية بامتياز أصدرت النجمة نجوى كرم أغنية حلوة الدنيا من كلمات وألحان جهاد حتشيتي. منتابع مقتطفات من الكليب اللي تصور بالتليفون. وبتبقى الدنيا حلوة حبيبي لو شو مكان ضلك شوف من الكباية نص المليان. وبتبقى الدنيا حلوة حبيبي لو شو مكان ضلك شوف من الكباية نص صحيح. تيما اختلفت الآراء حول الأغنية والبعض اعتبر رجعة نجوى كرم ما كانت بحجم التوقعات، إلا أنه ما منقدر ننكر أنه هالأغنية كلها تفاؤل وفرح، هيدا أكتر شي بحاجة إله المستمع العربي. هلأ لزميلتنا شانتال أزل نتعرف على رأيها بصراحة بإطلالة نجوى كرم بهالكليب، إضافة للنجم سعد المجرد ياسمين صبري وأحلام. شانتال أهلا وسهلا فيك. مرسي تيما، كيفك اليوم؟ كثير منيحة. مش رايقة كثير أبدا. شانتال خبرينا شو رأيك بإطلالة نجوى كرم بالكليب الجديد؟ يعني من بعد أكثر من 35 سنة من العطاء، بعدها نجوى كرم بس تطلق فيديو كليب بيكون نمبر 1 تريندينج على يوتيوب، بتكون على طول هي ملحقة شو أكثر شيء دارج. الكليب كان مصور من آيفون، حتى الإفكتس اللي كانوا معمولين هن الإفكتس اللي نحن بنشتغلهم على السوشيال ميديا بس نعمل فيديوز، يعني على تيك توك وعلى الريلز. كتير حلو قديش فريش كان الكليب، قديش كان في عدة إطلالات مختلفة. يعني بلش الكليب بإطلالتين لإلها فينتج من بدايتها، وبنرجع منشوفها بكاجوال لوكس بسمر لوكس، منشوفها
بفساتين طويلة، وبآخر الكليبك بتختم بثلاثة سوتس بألوان بوب كولرز قوية مونوكروم. مونوكروم هو وقت الأوتفيت يكون موحد اللون. وقت نكون لابسين مونوكروم لوك هذا شيء كتير بيضعف الشخص، بيطوله ودارج كتير هيدا السنة. يعني الغريب فيها أنه كل ما يقطع الوقت تتحلى بتصغر، أغنية على طول مليانة روح حلوة وطاقة إيجابية، وهذا الشيء اللي أكتر شيء نحن بحاجة لإله بهالفترة. يعني من هني أنه كل عمل وكل ستيب بتعملها بمسيرتها الفنية بتكون أجمل من اللي قبلها وأنجح من اللي قبلها. ما عندي شيء علقه على الإطلالات، بس من أفضل اللوكس اللي شفتهم بالكليب هن السوتد لوك اللي لبسته اللي عم نشوفه هلا نحن بالفيديو. قد ايه كان البقله انه تلبس هذا الاوتفيت وهذا ستايل بالبقله لنجوى بالتحديد كثير. انا كل الاطلالات اللي طلعت فيها كلها لقيتها مرتبه، كلها لقيتها بتلبقله وبتعرف كيف تلبس ستايلز المختلفه. يعني بتعرف تلبس صيفي والبقله، بتعرف تلبس رسمي، فساتين السهره الايفنينج دريسز اللي بتلبقله. يعني كل شيء بتختاره بيلبق لجسمها، وهي شخص كثير مرتب وبتحافظ على شكلها وعلى جسمها كتير. يعني اسم الله عليها، هي بالاساس شخص شو ما تكب عليها بيطلع حلو لانه شكل جسمها بيلبق له اللبس. وما بعتقد انه في شيء من الاطلالات فينا نعلق عليها، خاصه اخر لوكس اللي شفناهم السوتد لوكس اللي هن كتير ترندي هالفتره والوانهم كتير لبقت له. بس على طول في عالم على طول بيكون عنده اشياء تعليقات برا طعمه مثل العاده، هذا شيء احنا معودين عليه كثير عن جد. قد ايه نجوى كمان بتشبه العالم، يعني حتى فكره الكليب هي بتشبه الناس، يعني غير انه بتشبه الناس هي قريبه من نتيجه شخص يعني بتحس انك بتعرفها ونحن ما بنعرفها. يعني بتحس كانه انت شخص عن جد بتعرف كيف شخصيته قديش قد ما هي قريبه من القلب وقد ما هي. سو بيج ان لنجوى. اكيد اكيد نجوى، ما فينا نقول ان او اوت. شانتال، مين النجمه اللي بعدها؟ رح ننتقل على الفنانة اللي بعدها لنشوف بلقيس باخر اطلاله لها بحفل كان عندها عرس عم بتغني فيه، ولبس دريس لنجا سعادة كمان من تنسيق سيدريك حداد. هلا بس نشوف الصورة هون، والفستان ما في شيء كتير نعلق عليه، كلاسيكي من القصات اللي كتير عم نشوفها بالفترة الأخيرة، وإنه ما فيك كتير تعلق على القصة لأنه كورسيتري كوت، قصة كورسيه من فوق، الأي كوت من تحت. أنا شوي حسيت إنه المجوهرات والسانتير مع الأسوارة والخاتم هيك في شوية صحيح، بس هون بهالصورة بالتحديد ما في شيء علق عليه. ننتقل على الصورة اللي بعدها اللي فيه غلطة كتير كبيرة. أول شيء ما بعرف ليش ما حدا عم يعرف يلبس هالأنكل كوت، ما بقى حدا يلبس هالأنكل كوت، ما عم بفهم هيدا أنكل كوت ولا فستان للأرض. يعني هاي شغلة كتير بتأثر الشخص، لازم ننتبه لها عطول. يعني مش بس بالتحديد بهذا الفستان، بالعالم العربي كتير كان في مشاهير لبست الأنكل كوت بطريقة غلط. شفناهم بالأوسكارز وعلى الريد كاربت عند الأجانب ملبوسين بطريقة كتير دقيقة وصحيحة، وهيدا كوت منشوفها كتير برانوي شانيل. بالتحديد الأنكل كوت قصة صعبة، لأنه معقول تأثر الشخص وتبينه أم لا. اللي بده يلبس فستان للكاحل أو مش مفهوم قدي طول الفستان عنده، بده ينتبه أنه يكون عنده أول شيء هو يكون شخص طويل، ويكون عنده سحبة إجرين رفيعة، لأنه إذا حدا شوي بمنطقة الأرداف أو بالكاحل عنده عرض، الأنكل كوت بنصحه زيادة. نصحة زيادة. يعني بلقيس إن أور أوت؟ أوت، لأنه هيدي غلطة بتنزع اللوك بكامله. يعني إذا بتقرب على الفستان بتشوفه حلو، عن بعيد نزع الإطلالة بقى، مع أنه الفستان حلو بس هيدي شغلة نزعت اللوك. إطلالة اللي بعدها؟ إطلالة اللي بعدها عم نشوف أحلام. فيها أحلام بفستان لزهير مراد بشك لينير. شك لينير يعني شكل مزيح، هو من نقشات الشك اللي كتير فينا نغير فيها شكل جسمنا أو نبينه يا أنحف أو نعدل بالطريقة اللي نحنا مبينين فيها. بالتحديد اليوم حبيت أحكي عن أحلام لسبب أنه الأحلام هي من الفنانين اللي كتير قليل اللي شخصيتهم منعكسة بالطريقة اللي بيلبسوا فيها. يعني في أشخاص بتعرف تلبس حلو عندها ذوق، بس ما بتبرز شخصيتها باللبس. هي شخص نحنا بنعرف أنه شخصيتها كتير قوية وعندها وهرة على المسرح وبين العالم، بزيد الوقت عندها هضامة، وهذا الشيء بتبرزه بالطريقة اللي بتلبس فيها، لأنه بتختار على طول structured looks. شو معناتها؟ يعني اللوكس اللي فيها كتير زوايا. الإبولات عادة بيعطي كتير كاريزما ووهرة للمرأة. الفيكوت المروس بتعطي مدى على الصدر، وكمان معتبرة من اللوكس structured. على طول بتختار نقشات الشكل اللي بتلبق لجسمها. وبتلاحظوا أحلام أنه هي من الأشخاص اللي لو نقلت من مصمم لمصمم بتشوفوا هذا المصمم بالذات بس تلبس له
بلبس غيرها مع غلطة هي بتعرف كيف تخلي المصممين يلبسوها الأشياء اللي بتلبق لها. هي نحن معودين عليها بالريترو لوك العربي يعني عطول يعني عطول بتعمل هيدا الستايل بس تعمله بطريقة حلوة. وهي كمان في شغلة زيادة إنه من الأشخاص اللي مرات بالإطلالات غير هالإطلالة أكيد بتحسوا إنه بتعجق بالأشياء بس العجقة بتلبق لها ومش الكل بيلبق له العجقة باللبس يعني مش صح. الكل بيلبق له ميك أب قوي مجوهرات قوية مع فستان شك بس هي طبعة وستيلة بيلبقله هيدا العجقة العربية اللي بتلبسها بتطلع عليها متناسقة يعني هيدا الشيء قليل لا يصير ومش حياة لشخص سو الملكة أم أكيد أكيد ننتقل على الصورة اللي بعدها اللي عم نشوف فيها ياسمين صبري بإيفنت كارتيه لبس فيها فستان ساتان أحمر للمصمم العالمي نيكولا جبران. هيدا الفستان كتير أخذ ضجة على السوشيال ميديا. أول شغلة لأنه الفستان أكيد كتير حلو، تاني شغلة لأنه ياسمين صبري كتير محلية ما بعرف إذا أنا بس شفت هيدا الشيء. هي حلوة على طول أنا بشوفها. هي حلوة بس تحديداً بهالإطلالة بتحسيها كانت هيك بعد الطلاق انحلت. يمكن كمان اللون. مندور. لوت اللون كمان يمكن اللي بقى لها زيادة عن غير ألوان. اللي بقى لها وهي حسيتها هيك كتير مرتاحة بالدرس وهي من الأشخاص اللي بتلاحظ إنه بالصور وبالفيديوز بتطلع نفس الشيء وهذا الشيء كمان قليل لنشوفه لأنه عادة أغلبية المشاهير والفنانين فنانين بيعدلوا بيشتغلوا على صورهم. هي من الأشخاص اللي بتشوف الفيديو وبتقول سبحان الله نفس الشيء كيف عم نشوفها بالصورة ما في فوتوشوب ما في تعديل وجهها بوزيتها نعوميتها جسمها يعني بيطلع نفس الشيء مثل حيلا تصوير بتشوفه. الفستان كتير حلو الأجمل منه هو تلبيق المجوهرات على الفستان اللي طالع زيت عامل رابيل مع التجديلة الفستان على الخصر يعني طريقة الدرابيل يبقى على فستانة بتحسوا فيه تناسق كتير حلو بالستايلينج. في شوية ما فيه بدي أعلق في شوية جعلك بدي بس أقول هاي بدي أقولها مش قادرة في شوية جعلك على الساتان بالكعب بس هو الساتان ماشي بتجعلك بالتحديد ولأنه الساتان ظاهر أنه هو سميك ومعمول مكسر يعني ما أقول أنه يجعلك بس أنه هيدا شوي واضحة ببقية الصور واللي بيظهر أنه هي ما بتعدل صورها لأنه هاي شغلة أنا كنت أكيد زبطتها بس بتلاحظ أنه هيدا اللوك أجمل من بقية اللوكس اللي لبستها بالمرات الماضية لأنه كانت عم تختار قصات straight cut بالأوف شولدر وهيدا شغلة بتعرض الشخص بتبين منطقة الصدر أكبر يعني هاللوك بالتحديد أنجح من اللوكس اللي لبستها بالمرات يعني الماضية يعني ياسمين إن أكيد بهاللوك كتير كان حلو وكان ناجح. مين next؟ ننقل سعد المجرد. على سعد المجرد اللي كتير تلقى انتقادات على اللوك اللي لبسه. هلا أنا رح أوضح قبل ما أعطي رأيي عن اللوك لأنه كتير مهم أنه يكون في توضيح عن اللوك مين شاغله وليش ملبوس. أول شيء البيجاما سات هو شيء دارج عالميا وبالتحديد بميلانو يعني فالنتينو ب 2022 نزل بيجاما سات على الرانوي سيليبريتيز هوليوود كلها لبسوا هيدا الستايل. نحن العرب شوي مننقذ أول ما نشوف هيدا الشيء بس بذات الوقت بدنا نكون مثل الأجانب بدنا نقرر بس هيدا يعني كأنه كوفرالي تخت إنه منه شيء لا لا إنه حتى مش لحفلة شانتال بينلبس لا لا هو أول شيء حتى بالبيت ما ما بينلبس يعني لنوضح هيدا من ليه اليوم هالقد منيحة شانتال من منيحة بس هيدا من تصميم أول شيء مصمم مبدع سعودي أنا بحبه كتير هيدا اللوك لرامزن وورلد وهو معروف أول شيء هو مصمم سعودي كتير شاطر بيعيش وبيشتغل بميلانو وعنده هيدا ستايل التلياني هاي لنوضح أول شيء هو من المصممين اللي لبست له هيفا وهبة لبست له نجوى كرم يعني في كتير سيليبريتيز عالمية حتى لبسوا له تصاميم النقشات اللي هو بيعملها على ساتان. هاي لنبدأ ثاني شغلة البيجاما سات عجبنا أو ما عجبنا هو ترند عالمي تلياني بالتحديد موجود على الرنوي بـ SS22 طيب بس هاي تاني نقطة يعني اليوم شانتال بسعد مجرد ومعطي لا ما بس خبيرة موضة هيدا ست بينلبس بويدينج أبيرنس يعني لعرس هو كان عنده حفلة عرس هون كفنان يلبس بيجاما ست قدام جمهور كله لابسين لونج دريسز وهيك انا بس عم فسر انه اللوك مش غلط المصمم ما غلط المطرح ما لبسه هيدا اللوك مش مناسب بس اللوك كتير حلو نقشات الساتان اللي بيعملهم بالبراند رائعين ومعروف فيها بس هيدا لوك ستريت ستايل والبيجاما ست دارج عجبنا او ما عجبنا ونحن على طول بنحب نتمثل بالاجانب لحديت ما نشوف العرب لابسين
شيء أجنبي. هو لبسه بالمحل الغلط ولبس لاحظت شغلة زعجتني، لبس بيرل نكلس على رقبته، هذا الشيء اللي نزع اللوك اللي هو لبسه. بس بالتحديد الأوتفيت رائع، أنا كتير بحب شغل براند رامز إن وورلد، كتير بحب شغل هالمصمم السعودي بالتحديد، بعتبره مبدع بكل الإطلالات اللي بيعملها. هو نقى المحل الغلط ليلبسه، مع أنه الباكراوند كان كله ألوان، بس بتحسوا ريليتد للثيم. إذا حضرت يعني الباكراوند كله ألوان، بس العالم شفته بفيديوز ما تقبلت حتى الطريقة اللي كانت عم بغني فيها، كان هيك شوي نقزت منه أنه هالمرة كان شوي مختلف عن المرات الماضية. بس اللوك كلوك لا، هو شغل تليانة يعني على الآخر، وكتير دارج هذا الستايل هالسنة بالتحديد. يعني أنا ما في إجي أقول لك أنه لا غلط هو شو لابس، لا صح. So in this is on trend. إن والله من بعد كل شيء حكي لك شنطه تسمحي لي جمعه جاي اجي بيجاما سات بدون ما تهجم على الهواء مع هيك باك جراوند. لا لا على الهواء لا، بس انه هو عم بيغني بمحل كان كولورفل كثير يعني، وبالفيديو طالع حلو اللوك. سعد المجرد من بيج ان لسعد، بيج ان لسعد المجرد. انا بدي احكي من ناحيه فهمت عليك يعني، هو فهمت من ناحيه مودة، انا ما عم بحكي من ناحيه ذوقي ولا مش ذوقي، وما بحق لي احكي من هذا المنطق. صح هذا ترندي ترندي، مصمم قوي ايه المصمم قوي، يمكن لبسه بالطريقة الغلط ايه غلط. العالم ما تقبلت انه لبسه بهالمحل بالتحديد، بس هو غلط لا ما انه غلط. شانتال بدي اشكرك، مرسي، اشكر وجودك معنا كل اسبوع ونشوفك الاسبوع المقبل مثل العادة. تقرير هالاسبوع مع الفنان سليم عساف وتفاصيل اكثر عن اغنيته الجديدة مع زميلتنا ياسمين ابو دياب. كل شي كان ماشي حاله بيني وبينه من زمان. عم يحصد الفنان اللبناني سليم عساف اليوم نجاح أغنيته الجديدة اللي أطلقها مؤخراً، وهي من كلماته وألحانه وبتحمل اسم بلا إحساس. بتقولي لحدا أنت بلا إحساس، بس ما بتكوني عنيتي، بتكوني يمكن من عتبك عليه أو من حبتك لإله بتقولي هيك، بس هو نفس الشيء بالغنية. الأغنية اللي بيطغى عليها الطابع الرومانسي طرحها عساف على أبواب الصيف، فهل كان في مخاطرة بهذا القرار؟ ما في غنية صيفية وغنية شتوية، خاصة بهالوقت بهالأيام، في غنية حلوة. وبجولة على أغنيات عساف منلاحظ أنه جميع من كلماته وألحانه، الأمر اللي خلينا نسأل عن سبب هيدا الشيء، وهل هو قلة ثقة بغيره من الشعراء؟ لا بالعكس، بالعكس هو بتعرفي بتصير تفهمي حالك كتير، بتصير تحسي جملتك كتير. بس في كتير شعراء وملحنين عم يعملوا شغل حلو، بحب اتعامل معهم قريبا ان شاء الله. مؤخرا علي المولى عمل ستايل وعمل الروح تبعه، عندك مروان خوري اكيد، عندك بمصر بحب عزيز الشافعي كتير. من جهة تانية أبدى سليم عساف إعجابه بديو من أول دقيقة اللي جمع الفنانة اللبنانية إليسا والفنان المغربي سعد المجرد. حلوة الأغنية كتير، أخذت إليسا شوي سعد لعندها على ميلتها، مع أني بحب شوف كمان إليسا بميلة سعد، بميلة الجنون شوي، بميلة جديدة شوي كمان بحب شوف. إذا أنت تركتيني الأغاني مع وائل دايما هي بتخبر عن حالها، ما بحب أحكي عنها قبل. إن شاء الله يا رب أنه اللي بقول لك أنه أغنية تكون هيك تلاقي عند الناس اللي لقته البنت القوية وأحلى يا رب. وبالحديث كان لابد من أنه نسأل عساف عن رأيه بقرار اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي الفن لأسباب دينية، وهل ممكن هو ياخد هيدا القرار يوما ما؟ تجربة أدهم اللي عملها أنا علي احترمها، أقول أنه هو حابب هيك، هيدا إنسان ومشاعره لإله وفنه أغانيه لإلنا، بس مشاعره الخاصة وشو بيحس وشو بده يعمل ويخطط لإله. بس نظرتي أنا لهالأمور لهلأ بقلك أني أنا لما أكون عم لحن أو غني أنا بكون عم صلي. يا سعد لو فيكي تمشي بالعكس، يا سعد واسمع صوته ترجع للحياة، بعرف هالشي مستحيل، أنا لازم صدق خلاص إنه ضاع. لو ببعت قلبي وراه تيردو ولا عيوني يبقوا حدو، عالقليل بيحرسوا لما يتعب بيوسوا بيقولوا لي وين أرضو.
الماضي للجزء الأخير من برنامج مشاهير، وضيفنا أبهر العالم العربي والعالم بتصميم الرقص وأدخل الفرحة الكبيرة لقلوب اللبنانيين بكل العالم من خلال أداء فرقة مياس اللي أسسها واللي قدمت واحدة من أجمل اللوحات ضمن برنامج أمريكاز جوت تالنت وحصلوا على البازر الذهبي بخطوة نادرة. بدنا نرحب بمصمم الرقص اللبناني العالمي نديم شرفين. نديم، نحن كتير سعيدين فيك وفخورين فيك كتير عن جد، يعني رفعت لنا راسنا. Thank you. هذا كله كرمال هذا البلد الحلو. نديم، قديت وقعت من اللحظة اللي ابتديت فيها أنك توصل لكل هذا النجاح؟ لكن كان هذا الشيء أنه جول وحلم، الحلم من أنا وصغير بحلمه، بس ولا نهار يعني اشتغلت كرمال وصل لهون. عم بشتغل كده هذا الشيء لأنه بحبه، وقت تحب الشغلة تشتغلها من قلبك توصل إلى هول المطارح، يعني توصلي لها هيك بسهولة إذا بدك. يعني المرحلة قطعت بشيء صعب فوصلت، بس أنه بس كنت واثق من كل خطوة عم تعملها. كنت عم بعملها out of love، يعني من حب لو شغف لهذه الشغلة اللي بحال الرقص والفن، وهيك اشتغلت من قلبي لها. يعني وقت الواحد يشتغل من قلبه إلا ما يوصل يعني someday. حلو كتير نديم، من أول performance لإلك لفرقة مياس أبهرت كل مين حضر، كيف صار عندك هالخلفية وبمين تأثرت؟ ليك أنا وعيت على الدنيا عم بحضر، يعني أول شخص بتذكر أثر فيه وهيك شفت إيماج حلوة للفن كانت شريهان. شريهان كلنا كنت صغير وبعده لهلأ هذا الشيء، يعني أنا بس أحضره بتاخد فيه كتير، إنه فيه كتير الكالتشر غنية وفيه غنى بالكوريغرافية، وهي شريهان كنجمة أنا بعتبرها مش بس عالمية نجمة، يعني ما بيجي غيرها، ما في بالإيرة طبعاً مثل شريهان تون تعتل. يعني نديم، أصعب شيء بتميز في فرقتك هو هالسينك بين الرقصين على نفس الحركة، قدي عم يتطلب هذا الأمر منكم تمرين؟ يعني شفنا أنه ما في ولا غلطة. بياخد كتير تمرين وكتير بده صبر وبده الديسيبلين وبده البنات يكونوا ويسقنين بالفيجن طبعاً ويتحملوني، لأنه عم يوقفوا 3-4 ساعات راسهم براس بعض، يعني منو شيء هين، لحتى منو شخص مش دانسر صعب لقاله يوقف في الوقت الطويل ولا هزه ولا حركه. فا it takes a lot of time a lot of work، وبدك توسعي كثير بالبروسس، لانه يعني كبدايه فيك تستسلم بسرعه من هيك شيء لانه بياخذ وقت كثير تبين الجمال فيه. نديم، خبرنا عن كواليس المشاركه بأمريكاز جوت تالنت. يعني كان اول شيء شيء هيك اذا بدك بهرنا نحن وقت فتنا هذا المسرح الكبير وشفنا كميه المواهب اللي بتخوف، يعني اللي بوجهنا، فكان اذا بدك لقلنا شوي في هيك بارت اوف ات الريال، يعني كانه كنا عم نحلم وما كان شيء واقع، وكان في خوف وكان في هيك كان في شعور ما بقدر اوصف لك اياه، يعني كان شيء سلو موشن عم يصير قدامنا. نديم، باكد لك انه نحن كلنا حسينا نفس الشعور، يعني نحن هون بلبنان عم نحضر الفيديو كلنا حسينا بهذا الشعور، بكينا وتاثرنا كثير، كان شيء كثير يعني حلو. نديم، بقيتوا ترند بلبنان لثلاث ايام تقريبا وهنوكم كل نجوم العالم العربي، اي تهنئه كانت الاكثر تاثيرا بالنسبه لإلك؟ ليك يعني التهنئه كلهم بيعنوا لي وكلهم بحبهم، بس على صعيد شخصي انا انبسطت كثير بنديم لبكه بهبه طوجي. حلو. اذا بدك المرأة الناجحه ويلي اغلبيتهم تحدوا صعوبات توصلوا، وبتعرف انت المرأة بلبنان بتواجه كثير كثير اذا بدك صعوبه، سبيشلي بالفن الرائس، مش عم نحكي بس عن الفن الغنائي، الفن الرائس بحد ذاته يعتبر شوي انه البنت ما فيها تكمل حياتها از دانسر، فهو الاشخاص اذا بدك المراه الواصله والقادره وموصله صوره بلدها باحلى صوره لبرا، مثل نادين، مثل هيفا، مثل نانسي عجرم، مثل كل الفنانات اللي حكيونا، كان فخر لإلي، كلهم انبسطت فيهم يعني. نديم، نعرف عروضات كثيره عم توصل لكم من ضمنها افتتاح المونديال بقطر، خبرنا عن هالمشاركه العالميه الجديده. يا ريت، مين قال لك عن افتتاح المونديال عرفنا. بقطر؟ هذا خبر. يا ريت بتمنى. نديم، شو راح يكون موضوع اللوحه المقبله بأمريكاز جوت تالنت؟ بيو اس اي موضوع اللوحه ما في لي، بس حقول لك انه حنتخطى شو حضرته، وبوعد انه من 0.00 ثانيه
حقطع نفس الجمهور كله. واو يعني نحن كثير تحمسنا هلا. توقعات الربح انا تحمست اكثر، تحمست على خبريه المونديال قولوا لي تعال هلا من خبرك تحت الهواء من خبرك. توقعات الربح قد ايه على العشرة، وخاصه انه في كثير حسابات سياسيه بتدخل على الخط يعني، وحظوظ لبنان قد ايه برايك انه نربح؟ ليك انا بكل صراحه بالفن انا 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 شو بعتبر انه السياسه ولا ممكن تقدر تفوت على الفن. نحن عم نقدم شيء بيمثل لبنان بطريقه حلوه، صح؟ فليش بدنا نفوت على شيء بشع يعني؟ انت ما تسالني هذا السؤال، انا برايي هيدا حقيقه، هيدا حقيقه نديم، عايشينها وين ما كان بالعالم يعني. نديم قد ايه بتحس بالمسؤوليه لتوصل صوت اللبنانيين وانت على اهم المنابر العالميه؟ اكيد مسؤوليه كثير كبيره، وسبيشلي من بعد الجولدن بازر احنا رجعنا على لبنان. اذا بدك شوي يعني عشناه لعشنا الجولدن بازر ورجعنا قعدنا شهر بلبنان ما فين الحلقه تطلع، فبردنا بطلنا بهيدي اذا بدك الفرحه اللي كانت عندنا على لحظه رجعت طلعت الحلقه. تاكدت انا هون انه الفنان بلا ابريشن وبلا جمهور وبلا تقدير ما بيكون مبسوط، لو شو ما اخذ تايتلز بالعالم، لو شو ما عمل بدك تنطري لبلدك لاهلك لاحبائك للعالم اللي انت بتحب توصلي صوتهم، وقتها هن ينبسطوا فيك هون انت بتاخذي ساتسفاكشن، اذروايز ما في ساتسفاكشن ابدا بالابهار. نديم ونحن هون كلنا عم نحمسكم ونشجعكم يعني وناطرين العرض الجاي. مرسي، ثانك يو. يلا ان شاء الله نرفع صورة لبنان بعد ان شاء الله. يا رب اكيد، وان شاء الله نقدر نجيب اللقب على لبنان يا رب. شو طموح نديم شرفين من بعد هالانجاز العالمي؟ ليك ما يعني ما انا عم عيش حلمي كل يوم يعني. انا هذا كان حلمي من انا وصغير انه يكون عندي فرقة رقص واعمل تور في اذر وورلد، فانا حلمي عم عيشه كل يوم ونحن بقدر اثبت بالعالم وهيك. فاذا بدك انا عم شوف شو اللي حيخلي هالفريق يوصل بعد لعالميه اكثر، يعترف فيه بعد اكثر، ويصير عنده تاثير على العالم العربي بهيدا الفن. حاشتغل كرمال اوصل له ان شاء الله. يعني كل شيء بقدر ادعم فيه بلدي انا بهيدا الفن حاشتغل لهيدا الموضوع، لانه بلدي بحاجه لهيدا الدعم. هلا نحن مأكدين انك رح توصل. نديم شرفين، تحيه لك ولكل اعضاء فريق مياس، بنشوف حالنا فيكم ودائما حتكون، وبالتوفيق بكل شيء بتعمله. ثانك يو لمشاريع الاستضافه الحلوه، ثانك يو لكم وهاب جود داي. ميرسي لك نديم وبالتوفيق يا رب. وهيك بنكون وصلنا لختام حلقه الليله من مشاهير. انطرونا الاسبوع الجاي بنفس الموعد بتغطيه فنيه اسبوعيه شامله. باي. We'll be right back.